السلام عليكم، مرحبا بكم في طرح جديد. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على writing an email. اذا غادي نتكلم لكم على كيفاش تكتبوا ايميل، لانه واحد من الاشكال الانشائيه الاكثر زعما اللي كتحط بزاف في الامتحان الوطني ديال البكالوريا. فالايميل سهل جدا. نبغي غير نذكركم انه الا كنتو كتقنوا باراجراف ديجا هضرت عليها، فتقدر تكتب اي شكل انشائي اخر، لان الاشكال الاخرى كتبقى غير مجموعه ديال لي باراغراف، يعني واحد المجموعه ديال الفقرات، وكيتزادوا عليها واحد الخصائص اخرى باش كتولي ايميل او لاتر او اساي او ارتيكل ايتترا. اوكي، اذا الاصل في هاد الاشكال الانشائيه كلها هو باراغراف. اذا ندوزو للصوره. سو ان ايميل خاصكم اول حاجه تعقلوا على الشكل ديالو، الشكل الهندسي، لان مثلا فاش كتمشي للباك واول حاجه كتقراها هو رايت ان ايميل، كتسطر على ديك ايميل، كتمشي للوثائق وكترسم الشكل ديالو. كترسم، لان ذكرت لكم قبل انه ضروري في الوثائق ترسم الشكل ديال هذاك الشكل الانشائي اللي مطلوب منك. اوكي، يعني واحد البلون باش من بعد تتبعو وتكتب الايميل ديالك. فالشكل ديالو هو هذا. عاد من بعد ان شاء الله في الجزء الثاني من هذا الدرس نشوف واحد المثال على ايميل. اوكي، باش تشوفوا التطبيق ديال هاد الامور. فالامور اللي كاينه في الايميل هي كالتالي. اول حاجه كتكون عندنا هي تو. اذا هادشي ضروري تكتبها، وكتكتب فيها واحد الايميل من الخيال ديالك، ماشي بالضروره ايميل صحيح. تكتب مثلا علي الرادي، اسامه حضري، اختار اي اسميه عندك في راسك وكتب واحد الايميل، علي مثلا غادي @gmail.com. اوكي، كيف ما كان الايميل ماشي مشكل. اذا هادشي ضروري تكتبها، تكتب تو وتكتب هذا الايميل. الا بغيتي دير الاطار صحيح، بغيتي دير بلا اطار صحيح. اوكي، سبجكت يعني الموضوع. كاين الموضوع ديال الايميل ديالك هو كالتالي: what the email is about، يعني الموضوع ديال هذاك الايميل، علاش كتكتبو. في غالب الاحيان كيكون كلمه او اثنان، مثلا تقدر تكتب invitation، تقدر تكتب هنايا دعوه invitation، تقدر تكتب مثلا meeting اجتماع، تقدر تكتب trip رحله. على حسب الموضوع اللي باغي تكتب عليه الايميل ديالك، فكتكتبو في كلمه او اثنان، حيت القارئ ديالك فاش كيتوصل بالايميل خاصو يشوف السبجكت باش يعرفك انت علاش كتهضر ليه مباشره قبل ما يبدا يقرا الايميل ديالك. اذا اول جوج حوايج كيكونوا هما تو، الايميل ديال هذاك الشخص المستقبل ريسيفر، و سبجكت اللي هو الموضوع. اذا من بعد كدوز لساليوتيشن او لغريتين، هذه كتسمى التحيه. اوكي، التحيه هذه كتقدر تقول مثلا، نعطيكم بعض الامثله عليها. سوري، مثلا dear plus name، مثلا عندك هنا عالي غتقول dear عالي. اوكي، dear plus name. اوكي، اولا hi plus name الا كنتي كتهضر مع شي واحد كتعرفو. اوكي، اولا الا كان مثلا ايميل رسمي ف dear، اوكي dear mister، اوكي plus last name الاسم الاخير ديالو. اوكي، اور دير ميسز سيدتي كذا وكذا الاسم ديالها. اوكي، هاي اولا هالو بلاس نيم، فتقدر تكتب اي وحده من هادو. مثلا نتوما باش ما تلفوش وتاخذوا غير حاجه وحده، كتبوا دير احمد، دير علي. الا كان ايميل رسمي مثلا تكتبوا للمدير او رئيس الشركه او هذا، تكتب دير مستر الرادي الاسم الاخير ديالو، النسب ديالو. سو اختاروا نتوما دير احمد، حتى واحد ما غادي يحاسبكم علاش ما درتوش وحده اخرى. سو دير زائد الاسم ديال الشخص اللي غتكتب ليه. اوكي، هذا هو التحيه. حتى هي بغيتو دير بلا ما ديروها في اطار، غير هذه غير باش نبين لكم الشكل. اذا هادو ممكن يديروا في اطار، لان في الكمبيوتر ديالكم فاش كتبغي تكتب ايميل كتلقاهم في اطار. اوكي، اما هذه كتلقاها عاليه، يعني كتدخل البادي، يعني العرض ديال الايميل ديالك، فماشي ماشي يعني ضروري دير لها اطار. وكتكتب هنايا مباشره دير فلان، دير احمد، دير عادي، دير مستر رادي. اوكي، اذا دابا دخلتي الايميل، لاحظوا معي بان الايميل ديالك العرض ديالو هو فقط باراغراف، غتكون غير فقره وتساليها بواحد الجمله، غادي نشوفوا كيفاش. اذا اوبنينغ سنتنس، الايميل ديالك خصو يبدا بواحد الجمله افتتاحيه، زائد ريزون فور رايتينغ ذا ايميل، يعني علاش كتكتب هذا الايميل. دائما الايميل كيبدا بهذه الجمله، بحالاش هذه الجمله الافتتاحيه: هاو ار يو، اذا كان شخص كتعرفو، I hope you are fine، نتمنى تكون بخير. How are you؟ I hope you are fine. ولا it's been a long time since you wrote to me. ولا مهم، يعني واحد الجملة افتتاحية باش كتبدا كتدخل بها الموضوع ديالك. اوكي، كتسلم على داك الشخص، كتسول فيه How is the family؟ How are you doing؟
what have you been up to lately, شنو كنتي كدير مؤخرا, etc. اذا ضروري واحد الجمله افتتاحيه opening sentence عاد كتعطي السبب ديال الكتابه, ولا ممكن حتى تبدا بالسبب ديال الكتابه مباشره الا كنتي كتهضر مع شي شخص فواحد الوضعيه رسميه مثلا مدير مدرسه استاذ etc. فكتقول ليه مثلا I'm happy, هذا الجملة الأولى بخصوص opening sentence. قلت لكم واحد الجملة على السؤال العائلة على الأحوال على ذاك الشخص بشكل عام. أو لك تدخلوا بالreason, يعني بهذا الreason اللي هو مثلا I'm happy to write this email too. Okay, I'm happy to write this email too plus details. يعني شنو غادي تزيد جميع لي ديتاي اللي غتهضر عليهم, أنا سعيد لكتابة هذا البريد الإلكتروني باش نهضر لك على هذه وهذه وهذه وهذه. على حسب السوجي اللي عندك انت في البكالوريا اللي اللي سولوك في الامتحان. اوكي, اولا تقول يعني تقول يا اما هذه او ماشي تكتبوا هذا الشيء كله, هذا كنعطيك غير اختيارات. So this email is in regard to, هذا البريد الالكتروني هو بخصوص كذا وكذا. اوكي, So this email is in regard to, وكتزيد عليه خليت لكم نقاط هنايا باش كتزيدوا الباراجراف ديالكم, هي مجرد فقره ديتيلز عشاني علاش وعلاش وعلاش انا سعيد, اولا هذا الايميل هو بخصوص دعوتك إلى حفل أو سؤالك عن بعض الأمور أو to ask you about this and this and this or to invite you to my wedding taking place on or in and on the day and time, على حسب الموضوع بشكل عام. غادي نشوف واحد المثال من بعد. أو لا تقدر تقول I am writing this email in response to, أنا أكتب هذا البريد الإلكتروني ردا على, يعني جاك واحد الإيميل غترد عليه أنت مثلا فحتى هو كتزيد عليه details. يعني انت دابا بلا ما تصدع راسك خذ واحد من هادو اللي غادي تكتب به الايميل, حفظو عقل عليه, ولكن دائما كتب بالسوجي اللي عاطينك, كتب في الموضوع اللي عاطينك, ما تخرجش على الموضوع. ها, اذا فاش كتسالي هذه الفقره الاولى كتساليها هضرتي فيها على الموضوع بعجاله, لان الايميل دائما في الشكل في الطبيعه ديالو كيكون قصير, فقره قصيره كتهضر فيها على الموضوع. من بعد كتنقص السطر, يعني السطر اللي موراه, وكدير كلوزين سنتنس الجمله الختاميه. فهذه اوبنينغ سنتنس وهذه closing sentence. هاد الدرس هذا ممكن تاخذوه بفاتركم باش يبقى عندكم يعني الشكل الهندسي ديال الايميل كيفاش كيكون. اذا الجمله الختاميه كتقول فيها ببساطه I look forward to hearing from you, انا اتطلع الى جوابك او الى ردك. او لا تقول فيها مثلا please write soon and tell me about. اوكي, هنايا بلس الحاجه اللي بغيتي يكتب لك عليها, اذا اكتب لي قريبا واخبرني عن, بغيتي تسولو على شي حاجه, بغيتي تسولو على البلانز ديالو ولا على البلانز ديالها اكسترا. ثانكس, ثانك يو, سوري هنايا عندنا الزيده. سو ثانك يو ان ادفانس, شكرا لك مسبقا. تقدر تكتب غير هذه الجمله وتسالي الايميل ديالك. اذا تختار وحده من هادو, راه كاينين بيان سور كاينين العديد من الجمل الاخرى باش كتسالي الايميل ديالك. اخر جوج حوايج بقاو عندنا اللي هما فينيش ويت, يعني سالي الايميل ديالك بواحد من هادو, واحد فقط. جود باي او لا بيست ويشز أو لا best regards أو لا good luck, يعني حظ موفق, وداعا صديقك العزيز your best friend sincerely best regards etc. اوكي, وكتسالي الايميل ديالك بأحمد your name signature, ماشي هو السيناتور ديالك بيدك, لا فقط الاسم ديالك your name أحمد علي هبة. اوكي, that's it. الايميل هو هدفها في أمور بسيطة, وهنايا فقط كتكون باراجراف واحد الجملة ختامية, وهاد الأمور اللي كتزاد عليهم من الفوق ومن التحت باش كيعطيوهم الشكل ديال الايميل. دابا نمروا لواحد المثال ان شاء الله ونهيو الدرس ديالنا. اذا الان غادي نشوف واحد التمرين تطبيقي ديال الايميل رايتين. كيف ما كتعرفوا كيكون اخر جزء في الامتحان الوطني, وكيكونوا فيه جوج ديال لي فورم, كيطلبوا منك يا اما باراجراف ايميل, باراجراف ليتر, باراجراف ارتيكل, ايميل اساي, على حسب شنو غيطلبوا منكم في البكالوريا من اشكال كتابيه مختلفه. فاول كيكون على 10 نقط كيف ما كتعرفوا, الشكل الاول كيكون على 4 والشكل الثاني كيكون على 6, هذه معلومه اضافيه. اذا اول حاجه كدير هو كتقرا توبيك 1, اذا مثلا في توبيك 1 طالبين منك ايميل 4 من 10. اوكي, اذا فكتقرا, غادي نعطيكم كيفاش تقراو التوبيك سوجي وكيفاش تفهموا. فكتقرا التوبيك ديالك كالتالي, وكتاخذ واحد السيلو كتسطر على الكلمات المفاتيح باش تعرف راسك السوجي علاش كيهضر, شنو طالبين منك ضروري هذه القضيه, ماشي غير تقرا السوجي تبدا تكتب مباشره في ورقه, لا استعمل الوسخ. اذا غادي رايت, راه باينه رايت, هذا هو اللي مهم ايميل. اذا هنا كتقول دابا طلبوا مني ايميل, ما طلبوش باراجراف, ما طلبوش ارتيكل, ما طلبوش اساي, ما طلبوش ليتر, طلبوا مني ايميل. فكتسطر عليها كديرها في بالك. اذا تو يور friend from Japan, اذا عندك واحد الصديق نتا في اليابان, هما فرضوا عليك انك تكتب لواحد الصديق من اليابان, عاده كيقول لك كتب للصديق ديالك, انت كتختار.
إذن هنا مثلا قال لك to your friend from Japan، لصديقك من اليابان. In which يعني في هذا الإيميل أو في هذا البريد الإلكتروني. In which you tell him about tell him or her يعني هو أو هي على حسب شنو غتختار. You tell him or her about school life in Morocco. إذن هذا جملة مهمة جدا لأنهم طلبوا منك تكتب على الحياة المدرسية في المغرب. فأول حاجة من بعد ما فهمتي topic كتمشي للوسخ وكدير brainstorming يعني كتخرج الأفكار اللي عندك. اوكي هادشي هضرت عليه في فيديو سابق تقدروا تقلبوا عليه. فكتخرج الافكار اللي عندك على الحياه المدرسيه في المغرب. مثلا كتقول بانها عندنا جوج دورات مدرسيه وي هاف تو تيرمز، كنقراو مثلا من 8 حتى ل 6 العشيه، مثلا عندنا عطله في الصيف، عندنا عطله في منتصف السنه. يعني كتجبد بزاف د المعلومات كتحطهم في نقط يعني في الوسخ ديالك، عاد من بعد كديرهم في الايميل كتختار منهم. اوكي اذا فهمتي الموضوع فكترسم الشكل ديال الايميل، الشكل الهندسي اللي شفتوه في الجزء الاول ديال الدرس كترسموه في الوسخ، كترسموه هكا بالستيلو دغيا باش كتاخذ هذوك المعلومات من بعد وكتنظمهم، لان ضروري الشكل ديال الايميل يكون عندك في الورقه ديال الامتحان واضح. فاول حاجه كدير دونك انت نقولوا رسمتي الشكل الهندسي، خرجتي افكار على الموضوع وكلشي، دابا غتبدا الكتابه في الوسخ يعني النسخه الاوليه، بديتي الكتابه ديالها ومن بعد تصححها، عاد غادي تحط المنتج الاخير تحطه في الامتحان الوطني. فهادشي كله نعتبرك درتيه، فمباشره كدوز دابا للكتاب. فتو تختار مثلا واحد الاسم، ها اتوري 20@gmail.com مثلا. انت اختاريتي هذا الاسم هذا وهذا الايميل هذا بهذه الطريقه، صافي كتكتبوا سبجكت. فالسبجكت ديالك الموضوع ديال الايميل ديالك كتجيبو من السوجي. فهنا عندك school life in Morocco، الحياة المدرسية في المغرب، كتكتبو school life in Morocco. اوكي صافي كتبدا الايميل ديالك كيف ما شفنا في الشكل الهندسي. فضروري تبدا بواحد الجملة افتتاحية، كتقول مثلا هاي، او لا سوري كتبدا salutation Dear Aturi. اوكي كدير فاصله، ضروري فاصله. So Dear Aturi، ومن بعد غادي تبدا الايميل ديالك بهذا الشكل. So Hello how are you doing dear friend. مثلا بغيتي دير هذه الجمله الافتتاحيه لك كل حق، Hello, how are you doing, dear friend؟ وصافي كتعطيه السبب علاش كتكتب، وعاد كتبدا تدخل في لي ديتاي. مثلا الا كان عندك مازال عندك لي سباس هنا فكتكمل من هنا، ماشي بالضروره ترجع للسطر. I am writing this email to tell you about school life in Morocco. كدير ضروري كدير كلمات الربط. اوكي for example first، عندنا جوج دورات مثلا، معلومه اي معلومه تقدر ديرها انت لك اختيار. first we have، اولا تبدا مثلا نديرو حاجه واحده اخرى، تبدا بالبدايه ديال السنه، امتى كتبدا امتى كتسالي. مثلا First, the school year starts from June or from September and it ends, يعني كتسالي it ends in June، شهر يونيو. اوكي دير واحد الرابط لغوي تاني. Second, we have two holidays in spring and summer. I said, no,
جوج ديال العطل، واحده في الربيع واحده في الصيف مثلا، العطل الكبيره بلا ما نهضروا على العطل الصغيره. فالمصحح كيشوف المعلومات اللي كيعطي، كيشوف الشكل ديال الكتابه، الصحه ديال الكلمات ايتاك. In addition او لا moreover، يعني بالاضافه الى ذلك، يعني غالبا كنقراو من 8 حتى 6 مثلا. Moreover we usually study from 8 a.m. to 6 p.m. Besides we study many subjects like English, maths, French, physics and science. صافي مثلا بالتي دي، بالاضافه الى ذلك ندرس مجموعه من المواد بحال اللغه الانجليزيه، الرياضيات، الفرنسيه، الفيزياء والعلوم. اوكي مثلا انت هذا هو الامور اللي قدرتي تذكرها على السنه الدراسيه والحياه الدراسيه في المغرب، ماشي مشكل. فكتسالي دابا الجمله ديال، كدير الجمله الختاميه، كتقولي مثلا، كتنقص السطر هذه في هذه، كتقولي بليز write to me soon، وكتب لي قريبا، وغطلب منه انه يخبرك على، يعطيك معلومات على الحياه المدرسيه عندهم تاهم. So please write to me soon and tell me about school life in Japan. كنتمنى تكونوا تشوفوا لان الصفوة عندنا صغيرة شوية. About school life in Japan، يعني اكتب لي قريبا واخبرني حول الحياة المدرسية في اليابان. صافي بقى لك دابا غير هذه الجملة الختامية اللي قلناها، هذه الكلمات بحال مثلا best wishes فاصلة، وكدير مثلا الاسم ديالك في هذه الحالة، نديرو مثلا محمد. صافي انت كتبتي الايميل ديالك. اوكي فالعناصر كلها متوفرة. The person you are writing to، الشخص اللي كتكتب ليه. Subject Dear Aturi, hello, how are you doing, dear friend؟ كتشوف لك كانوا عندك شي اخطاء ضروري هادشي درتي مثلا في الوسخ، عاد غادي تنقل في الامتحان. I'm writing this email to tell you about school life in Morocco. First, the school year starts from September and it ends in June. Second, we have two holidays in spring and summer. Moreover, we usually study from 8 a.m. to 6 p.m. Besides, we study many subjects like English, maths, French, physics and science. Please write to me soon and tell me about your life in or school life in Japan. Best wishes, Mohammed. Okay. إذا كان هذا هو الإيميل، كان هذا هو الأمور اللي قدرت نعطيكم على الرايتين في هذه الحصة ديال اليوم. إن شاء الله نشوفكم في حصة أخرى، وإلى اللقاء.